عملية تكميم المعدة من العمليات اللي ما في أحد ما يعرفها ولا ما سمع عنها، فطبعا هي من أشهر جراحات السمنة. فلو فتحنا حتى نقرأ عنها حنعرف أنها من الحلول اللي يمكن اللجوء لها لما يكون مؤشر كتلة الجسم أو البي ام اي 40 أو أكثر، وفيها بيستصلوا أكثر من 80% من المعدة. طيب مدتها تتراوح بين الساعة أو أكثر شوية حسب كل حالة، مو جراحة طويلة يعني، وهي من جراحات السمنة اللي أثبتت فعاليتها في فقدان الوزن وفي نفس الوقت حازت على شعبية. لكن كمان في حديث عن سلبيات لها وتحذيرات من اللجوء لها إلا إذا كان خلاص ما في أي حل تاني. اليوم في مقطع متداول رجع الكلام بقوة عن سلبيات هذه العملية، وصراحة مقلق جدا هذا المقطع. استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور هاني الجاني طلع في فيديو وتكلم عن تأثيرات هذه العملية على الدماغ، وتكلم عن تأثيرات صادمة. موضوع الناس اللي يعني يسوي عمليات التكميم بعد كذا يجوا يعانوا من مشاكل أخرى. طبعا أنا قد خبرتكم قديما، ما أظن كانت عندي سفرة وقتها، والله ما أدري كانت فين، لهولندا يمكن، خبرتكم عن حالة جاتني، مرأة عمرها تقريبا في الثلاثينات، في 38 كذا، متزوجة كانت عندها أطفال وكذا، مسكينة بعد عملية تكميم صار عندها نقص شديد في الفيتامينات، والنقص هذا في الفيتامينات سبب لها ضمور في الدماغ. طبعا أنا كطبيب يعني أنا وأنا جراح مخ وأعصاب وحياتي كلها مع الأعصاب، لو أحد يقول لي إنه نقص الفيتامينات يسبب المشكلة دي ما أصدق، لكن لما رأيت بعيوني أشياء حقيقة يعني كانت بالنسبة لي كصدمة، يعني إنه الفيتامينات هل ممكن تأثر لهذه الدرجة؟ نعم تأثر على الأعصاب لهذه الدرجة بشكل جدا كبير، خاصة عند الناس اللي سووا عمليات التكميم وعمليات قص المعدة والأشياء اللي يصير عندهم للأسف إهمال. أنا ما أتكلم على العمليات هذه، ليس لي علاقة فيها كبيرة فيها، ما أفهم فيها كثير، ولكن الناس بدأت تفرط فيها، وحقيقة بدأت أجد أنه كثير من الناس يتندم أنه سواها. جاني شاب عنده سقوط في القدم، يعني شلل في الأقدام، ليس في الرجلين، في الأقدام، والسبب أنه مسوي عملية تكميم ونقص عنده الفيتامينات بشكل جدا كبير، فصار عنده شلل في الأقدام، سقوط في الأقدام. ثقفوهم، حرام أنك أنت تسوي عملية لشلل وما تقول له ترى إذا ما التزمت بالرياضة وما التزمت بالتغذية الصحية الكويسة، ما التزمت بالفيتامينات، ترى قد تخسر أشياء كثيرة جدا جدا، قد تكون سمين ومبسوط ومتعافي ولكن نحيف مثل البالون المفشوشة كذا وكل شيء. والله لما أسوي العمليات حقت الناس اللي مسوين عمليات سمنة، لما أسوي لهم عمليات في ظهرهم يعني عضلاته زي المرقة كذا، عضلاته تحسها ما عضلات، تحسها كأنها كذا عبارة عن مطاط كذا، مطاط قاعد. إيش هذا؟ أنا أسوي عمليات حتى الناس عمرهم في 80 ما وجدت عضلاتهم بالطريقة هذه، وشاب عمره 25 سنة عضلاته بالطريقة هذه. يعني مثل ما سمعتوا الدكتور ربط تكميم المعدة بضمور الدماغ، وقال إنه ولا مرة توقع إنه نقص الفيتامينات بيكون له تأثير على الأعصاب والدماغ بسبب عملية التكميم اللي صاحبها بيصير ما يشتهي الأكل ويأكل بكميات قليلة جدا، وكمان بتنقص قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات. كل هذه العوامل قال الدكتور إنها بتتسبب في آثار جانبية كبيرة على الدماغ. طب نحن سمعنا من دكتور هاني وجهة نظره كطبيب دماغ، خلينا نسمع من طبيب مختص في هذه الجراحات عن رأيه في هذا الموضوع. معنا البروفيسور عايض القحطاني رئيس الجمعية السعودية للطب وجراحة السمنة. بروفيسور، يعني صراحة أقول لك الحقيقة، لما الواحد شاف هذا الفيديو لا انصدم، يعني أنه توصل مرحلة ضمور دماغ والكلام هذا كله مخيف. طيب أولا شكرا جزيلا سارة، وشكرا أنه للدكتور هاني أيضا أنه خلانا نتحدث أو أتاح طريقة أن نعلق على نقطة مهمة جدا جدا، وهذا طيب. سؤال ترى هنا في العيادة، دكتور هل تركيزي بقل؟ هل أنا دماغي حيتأثر؟ هل وعيي؟ هل في ناس أشوفهم كمامين يتأثرون؟ طيب خلينا نتكلم على نقطتين. النقطة الأولى، في جزء من الدكتور هاني جزء من الصحة، أو في كلامه جزء من الصحة من ناحيتين. نقص الفيتامينات ونقص البروتينات نعم تؤثر، وبالذات فيتامين B1 اللي هو الثايمين. الثايمين إذا ما أخذناه أو عندي إحنا طبيعياً ما نحتاجه بشكل كبير في جسمنا، يعني أقصد أن نأكل ونأخذه، إحنا طبيعاً يجينا في الأكل، يجينا في مواد غذائية، لكن إذا عندي ارتجاع متكرر وعندي عدم تقبل للأكل حينقص بشكل كبير، ويمكن خلال أسبوعين ثلاثة يكون نقص حد. ولهذا إحنا دائماً نقول للناس اللي مكممين وجيتوا عندكم مشاكل في الأعصاب وعندكم إحساس بتنميل أو شيء، يجب أن تنتبهون لهذه النقطة. لا الأطباء يجب أن ينتبهون للأطباء، زي ما قال الدكتور هاني أنا ما كنت أتوقع، لا إذا ما أنت طبيب مختص أكيد ما راح تتوقع، لأن نعرف تماما إذا أنا ما أكل كويس وما أشرب كويس وما عندي وعندي ارتجاع مستمر يصير نقص الفيتامينات وبالذات الثيامين هذا، وهو صار من البروتوكول الرئيسي لأي مريض يجي الطوارئ بعد عملية سمنة أيا كانت،
وهو مش ملتزم بغذائه او عنده مشاكل في الارتجاع وعدم الاكل، ان ننظر ونعطيهم حتى جرعات واحنا ما عارفين كم المستوى عندهم، علشان هذا مهم جدا. ولكن خلينا ننظر الى نقطه اخرى. الدراسات تقول، يجب ان لما نتكلم احنا كعلميين ننظر الى الدراسات العلميه، الكلامي انا يمكن ما اكون واقعي، كلام زميل اخر يمكن ما لم يبنى على شيء علمي درس. فالدراسات تقول ايش؟ درسوا الدماغ عن طريق الام ار اي، الاشعه المغناطيسيه، يسمونه فانكشنال ام ار اي. درسوا لناس بدناء، وجدوا ان السمنه للاسف تقلل كثافه الدماغ في مناطق مختلفه، في مادتين الجري ماتر والوايت ماتر او البيضه والبنيه او الماديه، هذه الجزئيتين تقل بكثير بسبب السمنه. ليش؟ لان السمنه تفرز مواد فعاله في الجسم، يعني مضادات التهاب انتي انفلاماتوري، وتروح للدماغ وتاثر في حجم الدماغ وتاثيره وتاثر في مقدار الوعي. هذه السمنه. ايوه مش الجي صح، احنا عارفين ان السمنه ايوه لها اضرار كبيره. انا جايك في بعدها، جايك ايش حصل بعد العمليات لما درسوهم؟ درسوه قبل العمليه وبعد العمليه. ووجدوا بعد قبل العمليه عندهم هذه الماده في الدماغ او كثافه انسجه الدماغ قليله جدا ومتضرره، وحتى وعيهم وادراكهم ونسبه الزهايمر يكون عندهم عالي، ونسبه الدمنشيا تكون عندهم عاليه. درسوهم العمليات ايضا بنفس المقياس وهو اشعه مغناطيسيه الفانكشنال، ودرسوهم بعد وجدوا انها تتحسن بشكل كبير جدا. فالعمليات كعمليات لا تحسن من وظائف الدماغ ووظائف الاعصاب ووظائف، ولكن ما الذي يؤثر؟ هو غذائنا وفيتاميناتنا. ولهذا دائم عندي مصطلح اقوله، سلوكيات ما بعد التكميم او عمليه سمنه مهمه جدا جدا. ما تعمل العمليه وانت مش ملتزم، ايوه، وتتوقع انه العمليه هي النهايه خلاص، يعني انت تفقد الوزن وخلصنا. طيب بس انا كنت حابه اسالك على موضوع ثاني بروفيسور عايد، عشان بس نستفيد من الوقت، انه في شيء ثاني اللي هو بيقول عنه، انه موضوع انه العضلات كيف بتصير بعد هذا النوع من العمليات. وحقيقه دكتور بروفيسور، يعني انا بشوف كثير ناس بعد العمليات دي كانهم بيهرموا او بيكبروا او بيصير كده شكلهم ما هو صحي، يعني هم نحفوا صحيح بس من غير صحه. صح، كلامك صحيح. إذا هذا الجزء الثاني، سلوكيات ما بعد التكميم أو العمليات. أنا لازم أبني العضلة. أنت للأسف إذا ما بتأخذ بروتين كافي ورياضة كافية، أنت بتأكل عضلاتك. أنت منين تجيب بروتين؟ يجيبه من الأكل، يجيبه من العضلات من عندك. فالجسم بيتآكل إذا أنا ما أخذت غذاء جيد. إحنا أي واحد طبيعي بعد هذه العمليات محتاج 90 جرام من البروتين يومياً، مستحيل تاخذه من غذائك بالذات في الفتره الاولى، فلازم احنا نعطيك بروتين اضافي، نعطيهم ميلك شيك، نعطيهم مع بروتينات معينه. نحتاج وجبتين على الاقل من البروتين يوميا بالاضافه الى الاكل العادي اللي نباكله، علشان عضلاتي تكون كويسه، واضيف عليها رياضه. فسويت رياضه جيده بناء العضلات، واخذت بروتين كافي علشان ما عضلاتي تتاكل، هنا اقدر ابني عضلات جيده وكان انسان طبيعي. عامل اخر بالنسبه للعظام اللي دكتور هاني اللي ذكر كاستشاري للعمود الفقري وما الى ذلك، انه نعم عظامك ممكن تتآكل اذا ما اخذت الفيتامين د والكالسيوم والبدائل الجيده، او كانوا في غذائك بشكل جيد. فانت محتاج تحمي العظام، كيف تحميهم؟ ببناء عضلات جيده، بروتين ورياضه وغذاء جيد، علشان عظامك تبني بشكل جيد. بس الواحد جيد. كانه حاسس بروفيسور عايد انه بعد هذه العمليات لازم تدخل تعمل شد ولصق صراحه، تجميل يعني. هذا صحيح، ولكن يجب انك انت تعرف ان اذا كما ذكرنا العمليات هذه صحيح عاملها الرئيسي تخلصك من امراض الكبيره جدا، السكر وضغط الكوليسترول وهذه، لكن عندك سلوكيات، غذاء جيد، فيتامينات جيده، بروتينات جيده، رياضه، سويتها كذا انت ممتاز، ما عندك اي شيء، طنشتها امورك حتكون مش جيده يعني. ايوه، يعني انه العمليه وسيله لكن بعدها في امور اخرى كثير لازم تتم، واذا ما تم الالتزام بها هنا تبتدي كمان المشاكل. طيب نحن بنشكرك على هذه التوضيحات. كان معنا البروفيسور عايد القحطاني، رئيس الجمعيه السعوديه للطب وجراحه السمنه، شكرا لك.